أقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصخير مساء هذا اليوم مأدبة إفطار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. حضرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما حضر المأدبة أصحاب السمو وأعضاء مجلس العائلة المالكة وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة الذين رفعوا إلى صاحب الجلالة أصدق التهاني وأطيب التبريكات بحلول شهر رمضان الكريم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد، وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بالخير والبركات ومزيد من التقدم والرخاء والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة. وقد بادلهم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه التهاني بهذه المناسبة الجليلة، شاكرا لهم مشاعرهم النبيلة وعد دعواتهم الطيبة، مهنئا جلالته شعب البحرين الكريم والمقيمين على أرضها المعطاء بشهر رمضان المبارك، ضارعا إلى الباري جلت قدرته أن يعيده على مملكتنا العزيزة بوافر الخير واليمن والمسرات وعلى الأمة العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والسؤدد. مؤكدا جلالته أن شهر رمضان الفضيل هو شهر العبادة والتراحم والتكاتف والتآلف بين الجميع، راجيا المولى جل جلاله أن يكون شهر خير وبركة على أهل البحرين جميعا، ويعزز قيم ومبادئ الأخوة والتكاتف والتلاحم والتواصل بين جميع أبناء شعب البحرين.